تعالوا بقى نروح لأكاديميات الأهلي اللي الحقيقة دايما دايما ليها دور كبير جدا في اكتشاف المواهب. احنا دايما بنقول عليها أنا ونهاوند خط إنتاج أو مصنع يعني فعلا لإنتاج ولإفراز المواهب الكروية اللي إن شاء الله هتعمل البدع في المستقبل، وهم لابسين تيشيرتات النادي الأهلي إن شاء الله في يعني أعمار بعد كده بإذن الله يوصلوا لها. خلونا نشوف يعني نهائي موسم أكاديمية الأهلي وتوزيع الشهادات من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. الاكاديميات النادي الاهلي ان يعني اول حاجه ان الاسبوع ده كله عباره عن ختام في كل الاكاديميات في الافرع المختلفه. اليوم في مركز شباب الجزيره يعتبر من اكبر الافرع اللي موجوده في محافظه مصر، محافظه القاهره، وفي في في يعني في كل انحاء مصر. عندنا الشيخ زايد ومدينه نصر، عندنا اكبر فرعين موجودين فيهم حوالي لوحدهم فيهم حوالي 5000 لاعب كرة قدم من سن 6 سنوات 4 سنوات 5 سنوات لحد سن 18 19 سنة. أنا بس بحيي أولياء الأمور وأقول لهم شوفوا المنظر اللي موجود ده في الملعب. يجب أن يعني يفخر النادي الأهلي بأكاديمياته المختلفة لأنها بتقام في جو صحي، في جو مليء بالحب وبالمشاركة، بنية تحتية على أعلى مستوى. مركز شباب الجزيرة حقيقة بيهيئ لنا ملعب وبيهيئ لنا فاسيليتيز ما حصلتش في كل الافرع الاخرى. بحيي كل المسؤولين. النهارده يوم ختامي لفرع الجزيره، دايما ما بقولش عليه مركز شباب الجزيره، انا دايما بقول الجزيره، ان هو دايما الفرع بفضل الله الفرع الرئيسي. حققنا نجاحات كبيره جدا جدا، الاعداد ما كانتش متوقعه كده، بفضل الله احنا وصلنا غير المتوقع، ضربنا الارقام عن السنه اللي فاتت الضعف. الحمد لله النهارده كان يوم مليء باختام دوره رمضانيه النهارده عاملينها لمختلف الاعمار السنيه من 2014 لحد 2006. وبعديها عندنا بقى اللي هي حرب الالوان وحرب السبري فوم للولاد كلهم، وزي ما انتم شايفينه دايما منورنا طبعا الحاجات في الاجواء دي واجواء رمضان. احنا بيكلمونا في التمرين ان احنا نركز قوي في التمرين عشان هما حلمهم كلهم ان احنا نطلع في الناشئين كلنا، يعني هم عايزيننا ان شاء الله ان احنا كلنا في فرع الجزيره نطلع في الناشئين في نيت نصر ان شاء الله يعني كلنا. احنا يوم الخميس بيمرنونا ويوم السبت بيلعبونا ماتشات وبيشوفوا احنا النقط ضعفنا وبيطوروها في التمارين. يعني اكيد طبعا بنتكلم عن روح الفانيلا الحمراء وشخصيه النادي الاهلي، لازم ان احنا نكون مع عندنا شخصيه النادي الاهلي واحنا صغيرين حتى لو في اكاديميه، وان شاء الله ربنا يوفقنا ونخش قطاع الناشئين.